كم طلعت من التجربه كل واحد فينا في الاسره هنا لما كنا متوقعين ان انا اخش الكليه هلاقي انها حاجه زي الثانويه عامه وهلاقي ان الدكتور بيلخص لي المواد كلها وبيجيبها لي في ورق بس لما دخلت لقيت عكس كده تماما لقيت ان الدكتور مش مهتم انا بحضر وما بحضرش ما بينزليش المواد بتاعته ولا بينزل لي الملخصات ليها فمن هنا طلعت فكره الايفت ان انا ليه ما اعرفش الطالب هو داخل على ايه واعرفه الفرق ما بين الثانويه العامه وبين الكليه واعرفه نظام الكليه والمواد بتاعتها ويعرف يمسك كل ماده ازاي اجازت عشان اعرف الاقسام بتاعت الكلية والمواد والحمد لله هم حققولنا كده عرفنا مادة الفيزياء والاسقاط لحد دلوقتي وكذا قسم وبدأنا نحدد احنا عايزين ايه Welcome to Engineers World عيد SMU الثانوي الايفنت اللي بنستناه من السنة للسنة عشان نعمله ونشتغل فيه السنة دي قدر لينا انا ومرعي وجادو ان احنا نبقى مسؤولين عن الايفنت ده السنة دي الحمد لله الايفنت ماشي كويس جدا الناس بيقولوا هم ان هم مستفيدين اتمنى فعلا الناس تكون مستفادت بجد وفعلا يكون زي ما انا قلت قبل كده ان هو يكون مناعة للناس ان هي تبدأ تعرف ايه جو الكلية المناعة ليهم قبل الميد ترم اللي جاي على طول اللي هو خلاص كمان 8 اسابيع عشان هم يبقوا عارفين بس من دلوقتي ويلكم اول وتو زي ما احنا مسمينه ده يعني كنا حابين ان هو يكون مسك الختام لينا كناس بتوع صنابعة اللي هو انا مثلا منتصر وجاي الناس بدات معانا كنا حابين ان الناس تكون مبسوطه ونتمنى الناس تكون مبسوطه يعني وان تكون استفادت نعالج مع الناس الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها لما كنا في صنابعة We'll be right back.